بسم الله الرحمن الرحيم. الطلبة الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. في المحاضرة الماضية بدأنا بالوحدة الثالثة، وتناولنا فيها مفهوم العقيدة الإسلامية والأركان الثلاثة الأولى: الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب. في محاضرة اليوم حنكمل أركان العقيدة الإسلامية: الركن الرابع الإيمان بالرسل، والركن الخامس الإيمان باليوم الآخر، والركن السادس الإيمان بالقدر. الإيمان بالرسل ركن من أركان العقيدة الإسلامية، وهو التصديق الجازم بأن الله سبحانه وتعالى بعث في كل أمة رسول يدعوهم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وحده، لقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. حكم الإيمان بالرسل جميعا، يجب علينا الإيمان بهم جميعا، الإيمان بأن جميع الرسل صادقين أتقياء أمناء هدى مهتدون، بأنهم جاءوا بالبينات من ربهم إلى أقوامهم. من أنكر واحدا من الرسل الذين ذكرهم القرآن الكريم وهم 25 رسولا كان كافرا. الفرق بين الرسول والنبي، طبعا كلاهما يوحى إليه، لكن الرسول صاحب رسالة يؤمر بتبليغها، أما النبي في ذاته فهو مصلح غير مأمور بتبليغ رسالة. إذن الرسول صاحب رسالة يؤمر بتبليغها، بينما النبي غير مأمور بتبليغ رسالة. لذلك نقول: كل رسول نبي، وليس كل نبي رسول. صفات الرسل: اصطفى الله سبحانه وتعالى لرسالاته أكمل خلقه عقلا، أنقاهم نسبا، أنبلهم خلقا، وأطهرهم نفسا. جميعهم صادقون أتقياء، زي ما حكينا أمناء هدى مهتدون. من صفات الرسل أيضا أنهم جميعا من البشر، وأنهم رجال أحرار متصفون بالحكمة وسداد الرأي، ويجوز في حقهم ما يجوز على البشر من أكل ونوم وزواج وشرب ومرض وموت ونحوهما من الأعمال والأمور. للرسل وظائف متعددة: تبليغ رسالات الله على الوجه الذي أمرهم به دون تغيير أو تبديل، تبيين معاني ما أنزل الله عليهم من نصوص، كقوله تعالى: وأقيموا الصلاة. الأمر هنا في هذه الآية للوجوب، وهو أمر مجمل غير مفصل. جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبين لنا كيفية الصلاة وعدد ركعاتها ومواقيتها وشروط صحتها وحكم تركها. أيضا من وظائف الرسل تربية الناس على منهج الرسالة الربانية وتأديبهم بأدابها، فالرسول مع قومه مربي ومعلم وقدوة. من الوظائف أيضا قيادة الأمة، فالرسول مع قومه قائد ورئيس وحاكم وقاضي، لذلك أمر الله سبحانه وتعالى أتباع كل رسول بطاعته، وجعل طاعة الرسول جزء من طاعته، بالإضافة لتنظيف المجتمعات من كل عوامل الشرك والانحراف والمعصية، وبذل أقصى الجهود من أجل إخراج الناس من الظلمات إلى النور. مقابل هذه الوظائف العظيمة للرسل، واجب علينا تصديقهم جميعا فيما جاءوا، موالاتهم جميعا، محبتهم، الحذر من عداوتهم، واعتقاد فضلهم على غيرهم من الناس. أيضا اعتقاد التفاضل بين الرسل، وأنهم ليسوا على درجة واحدة، لقوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. هذا بالنسبة للركن الرابع الإيمان بالرسل. ننتقل للركن الخامس الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان العقيدة الإسلامية، ويجب الإيمان به، ومن أنكره كان كافرا خاسرا، لقوله تعالى: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. اليوم الآخر هو يوم القيامة، والمراد به من وقت الحشر إلى ما لا نهاية، أو إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. بيبدأ اليوم الآخر بالنفخة الأولى اللي بينفخها إسرافيل عليه السلام بأمر الله، بتموت كل الخلائق ولا يبقى حي حتى الشجر، ثم البعث فالحشر فالعرض والحساب والميزان والصراط والجنة والنار. سمي اليوم الآخر لأنه آخر الأوقات المحدودة، أو لأنه متأخر عن الدنيا، ولأنه لا ليل بعده، ولأنه آخر أيام الدنيا.
سمي أيضا بيوم القيامة والساعة ويوم الدين ويوم الفتح والطلاق والجمع والتغابن والآزفة والطامة والفصل والحاقة والغاشية وغيرها من الأسماء. الإيمان باليوم الآخر يعني التصديق الجازم بأن الله سبحانه وتعالى أعد وقتا ينهي فيه الحياة الدنيا. الإيمان بكل ما أخبر به الله سبحانه وتعالى في كتابه وأخبر به رسول الله مما يكون بعد الموت من فتنة القبر وعذابه ونعيمه والبعث والحشر والصحف والحساب والميزان. قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات. هذه النفخة الأولى لإسرافيل عليه السلام اللي بيموت بعدها كل الخلائق، ثم نفخ فيه أخرى النفخة الثانية والتي يبعثون فيها للحساب. الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى سيحاسب العباد على أعمالهم في الحياة الدنيا سواء كانت خيرا أم شرا، قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أهمية الإيمان باليوم الآخر في العقيدة الإسلامية، طبعا من الأدلة على أهمية الإيمان بهذا اليوم أن القرآن الكريم والسنة النبوية كثيرا ما ربطا بين الإيمان بالله واليوم الآخر. أيضا لا تكاد سورة من القرآن الكريم تخلو من ذكر أحداث هذا اليوم. وطبعا للإيمان باليوم الآخر آثار في حياة الإنسان المسلم، لأنه ضروري لاستقامة الحياة، الإيمان باليوم الآخر ضروري لاستقامة الحياة، بل لن تستقيم الحياة إلا بالإيمان باليوم الآخر. لأن الإنسان إذا عرف أنه هو حيحاسب على أعماله في الحياة الدنيا أطاع الله، وإذا أنكر عصى الله سبحانه وتعالى. الإيمان بالله يجعل للحياة معنى وهدف. الإيمان باليوم الآخر له ثمرات في حياتنا، وفي تسلية للإنسان المؤمن عما يفوت من نعيم الدنيا بما يرجوه من نعيم في الآخرة. علاوة على أنه الإيمان باليوم الآخر بنستشعر مع هذا الإيمان كمال عدل الله سبحانه وتعالى، لأن كل إنسان سيجازى على أعماله في الحياة الدنيا. الركن الأخير من أركان العقيدة الإسلامية الإيمان بالقدر. القدر في الاصطلاح هو تعلق علم الله وإرادته أزلا بالكائنات قبل وجودها، فلا حادث إلا وقدره الله سبحانه وتعالى، أي سبق به علمه. فالقدر ما قدره الله تعالى في الأزل أن يكون في خلقه بناء على علمه السابق بذلك. أما القضاء اصطلاحا فهو إبراز الكائنات فيما لا يزال على وفق المقدر. القضاء هو ما قضى به الله سبحانه وتعالى في خلقه من إيجاد أو عدم أو تغيير. يتصف الله سبحانه وتعالى بأنه عليم في الماضي والحاضر والمستقبل، لقوله تعالى: إن الله بكل شيء عليم. من صفاته أيضا أنه فعال لما يريد، فلا يكون شيء في هذا العالم إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. الفرق بين القضاء والقدر أن القدر تقدير لشيء قبل قضائه، أما القضاء فهو الفراغ من الشيء أي الانتهاء منه، وعليه يكون القدر سابقا للقضاء. إذن القدر هو تقدير لشيء قبل قضائه، أما القضاء فهو الانتهاء من الشيء، لذلك القدر يسبق القضاء. يجب الإيمان بأن ما قدره الله سبحانه وتعالى من الأزل لا مفر من وقوعه ولا محيد عن حدوثه في وقته ومكانه المقدر. والقدر لا ينفي مسؤولية الإنسان على أعماله. من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر بيكون في عنا طمأنينة، شعور بالرضا إنه كل ما يحدث في حياتنا هو مقدر من عند الله سبحانه وتعالى. إحنا بهيك بنكون أنهينا أركان العقيدة الإسلامية الستة. نكمل في محاضرة قادمة بإذن الله ما تبقى من الوحدة الثالثة، العقيدة الإسلامية. دمتم في حفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.